أكو هناك قصة صغيرة بالنسبة إلى الأمويين لما أزيلوا عن الحكم، وبينما كانت حكومتهم حكومة قوية جدا، سأل إنسانا منهم قال لماذا ذهبتم بينما كانت حكومتكم حكومة راسخة قوية، والحكومة الراسخة القوية لا تزال بسهولة. ذاك الإنسان الأموي أجابه بجواب فيه شيء من الحكمة والرؤية والواقع، قال لأن الحكام أعطوا الأمور الصغار إلى الكبار، وأعطوا الأمور الكبار إلى الصغار، يعني أنه مدرسة أعطوها لإنسان صالح لأن يدير بلده، وبلد أعطوه لإنسان صالح أن يدير مدرسة. الكبير أبى أن يدير المؤسسة الصغيرة فأهملها، والصغير لم يتمكن أن يدير المؤسسة الكبيرة، وبين هذا وهذا ضاع الحكم. وفي الحقيقة هذا جواب جميل جدا. الإنسان الصغير لا يتمكن من إدارة الأمور الكبار، ونقصد الصغير عقليا وفكرا ووعيا، والإنسان الكبير يرى نفسه فوق المؤسسة الصغيرة فلا يعتني بها، وبين هذا وهذا ضاع الحكم.